السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر اللي معانا النهاردة هو خبر بلاغ للنائب العام ضد الممثل أحمد الفيشاوي ونجلته لينا. طبعا كلنا عارفين أحمد الفيشاوي وعارفين لينا بنته، كان في قصة كمان زواجه من هند، فطبعا كلنا عارفين القصة دي جدا وعرفنا أخبار كتيرة عنهم وكده، وهو كان مش معترف ببنته لينا دي، وكان في قضايا وكان في محاكم وكان في لحد قريب جدا قضية نفقة وهند الحناوي وقصة طويلة عريضة كده. فطبعا دلوقتي القصة دي نتج عنها ايه؟ نتج عنها لينا الفيشاوي اللي هي بنت أحمد الفيشاوي. طبعا القصة كلها ان لينا بقالها فترة بتنزل صور ليها عاملة سيشن تصوير طبعا بملابس فاضحة وملابس ما ينفعش ان هي تصور بيها سيشن وتنشرها كمان على الانستجرام، وكان الصور دي كتيرة جدا موجودة. كمان المفروض ان هي اللي صورها السيشن نفسه بينزل كمان على صفحته الشخصية الصور وعلى نفس الانستجرام برضو. فطبعا الصور دي هي اساسا لينا دي لسه ما كملتش 16 سنة اساسا، يعني فان هي تنزل صور زي دي وصور فاضحة بالمنظر ده، فده حاجة طبعا ما تنفعش خالص. ففي المحامي يعني قدم في محامي قدم البلاغ ده. هو طبعا المحامي ده لما قدم البلاغ قال ان المفروض ان احمد الفيشاوي وبنته يتقدموا للمحاكمة عشان المنظر الصور والقانون ما بيسمحش بالصور اللي هي، فطبعا في صور طبعا فاضحة خالص وما ينفعش ان هي تنزل حتى. فقال ان احنا في دولة قانون، ده المحامي اللي قدم البلاغ بيقول ان احنا في دولة قانون ولازم تتعاقب على الصور اللي هي نزلتها دي، وكمان احمد الفيشاوي يتعاقب معاها، لان هو لو هو سامح بالصور دي يبقى هو لازم يتعاقب معاها ويتقدموا للمحاكمة الاتنين. طبعا الصور دي صور مش كويسة خالص، فاللي هم عايزين المحامي اللي هو طالب ان هو يتقدم للمحاكمة لينا واحمد الفيشاوي، وبيقول كمان ان الصور اللي هي منزلاها دي ما تختلفش كتير جدا عن الحاجات اللي كانت بتعملها حنين حسام ومودة الادهم والناس اللي زيهم من اللي كانوا بيعملوا صور زي كده او فوتوستيشن او سيشن تصوير بالمناظر دي، فطبعا ما ينفعش خالص. وقال كمان لازم تتقدم للمحاكمة، وأحمد الفيشاوي لو هو موافقها على إن هي تنزل الصور دي يبقى لازم يتقدم هو كمان للمحاكمة، وقال إن لو هو ما يعرفش بالصور دي المفروض برضو يتحاسب على كده عشان الصور اللي هي بتنزلها فعلا صور ما تسمحش بكده. وقال بنفس النص كده للنائب العام ان احنا دولة قانون ولازم يطبق القانون على كل الناس، ومعظم الناس اللي لازم اللي هتغلط لازم هتتعاقب. فطبعا ده بلاغ من المحامي للنائب العام ضد احمد الفيشاوي ولينا الفيشاوي. فده كان الخبر اللي معانا النهاردة، وارجو نشترك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.